يوم شيماء منير. Welcome everyone. النهارده زي ما احنا متفقين برضو مكملين في دروس التأسيس. النهارده الدرس بتاعنا خفيف جدا وسهل. النهارده هنتكلم عن اللونج اي. ايه حكايه اللونج اي دي؟ الدرس ده خاص بالفونكس، مهم جدا لاولادنا لسه بيتعلموا قرايه. الاي لو جه وراها الثلاث حروف دول واي اي اي، تاني لو جه وراها واي اي اي، ايه اللي بيحصل للاي؟ اللي بيحصل للايه لو جه وراها الثلاث حروف دول اي حرف منهم، الايه بنطقها مطوله شويه، يعني بمد فيها شويه، تمام؟ زي ايه؟ ناخد بالنا كيك، اجين كيك، بصوا بنطقها ازاي، ك ايك كيك، ك ايك كيك، سهله جدا صح؟ طب تعالوا نحاول تاني، ك ايب كيب، كيب كيب كيب، اللي هو الرداء الأحمر اللي لابسه ده اسمه كيب. أوكي، إيه تاني معايا؟ أوكي، معايا كمان و أي واي، واي الطريق واي. أوكي، ب أي باي، يدفع باي. أوكي، ب أين باين، باين اللي هو القلم، ب أين باين. ده كان الدرس بتاعنا النهارده، سهل جدا وبسيط. كان معاكم شيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.